السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحالي والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر. وقد رأينا وقلنا بأن الأعمال التجارية برية بطبيعتها، وهناك أيضا أعمال تجارية بحرية وجوية، وهي مرتبطة بالأنشطة التجارية سواء فيما يتعلق بالتسويق والتوزيع، وأيضا الأنشطة التجارية المرتبطة بالتصنيع إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بالخامات، وهو كلها تدخل في خانة الأعمال التجارية البرية بطبيعتها. في حين أن الأعمال التجارية البحرية والجوية قلنا أنها هي أعمال تجارية، أو هي العملية المتعلقة بالسفن والطائرات وتوابعها، وأيضا العملية المتعلقة المرتبطة باستغلال السفن والطائرات بالتجارة البحرية والبرية. وفي هذا الصدد كيكون أعمال تجارية البرية بطبيعتها، قلنا أن هناك أنشطة تجارية مرتبطة بالتسويق والتزويع، وأيضا قلنا أنشطة تجارية مرتبطة بالتصنيع إلى أنشطة تجارية مرتبطة بالخدمات. وتدخل في هذه المرتبطة بالتوصيل والتوزيع خائنة إلى خانة اكتراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، اكتراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، وهي تعتبر تجارية عملية تأجير المنقولات من الباطن من بين مستجدات مدونة التجارة. قلنا أنها تعتبر تجارية عملية تأجير المنقول من الباطن من بين مستجدات مدونة التجارة، حيث نصت النبذة جوج من المادة 6 على اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن. وهذا النشاط الذي يكسب من يقوم به بصفة اعتيادية أو احترافية صفة تاجر. ويجب لكي يكون النشاط تجاريا أن تكون هناك عملية اكتراء، وأن يقع هذا الاكتراء على منقول مادي أو معنوي، وأن يكون ذلك بنية إكراء هذا المنقول من الباطن. أما إذا انصب التأجير على منقولات ثم شراؤها وليس اكتراؤها، فإن النشاط يبقى تجاريا، لكن ليس على أساس النبذة الثانية من المادة 6 من مدونة التجارة، وإنما تطبيقا لما نصت عليه النبذة الأولى في نفس المادة. إذا قبل توديعكم أعيد أهم العناصر التي تطرقتها في هذا الموضوع الذي كان تحت عنوان اكتراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، وهي تدخل في خانة الأنشطة التجارية المرتبطة بالتوثيق والتوزيع. وبطبيعة الحال هي أعمال تجارية برية بطبيعتها، وقلنا أنها هذه الأنشطة التجارية المرتبطة بالتوثيق والتوزيع تدخل إلى خانتها عديد من العناصر، كشراء المنقولات من نية بيعها أو تأجيرها، أيضا اكتراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، ثم شراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، وأيضا شراء العقارات بنية بيعها، ثم التزويد بالمواد والخدمات، وأيضا توزيع الماء والكهرباء والغاز. ومن بينها قلنا هناك اكتراء المنقولات من أجل إكرائها من الباطن، وهو الموضوع اللي كان عندنا في هذه الحصة. وقلنا من أهم عناصره أنها تعتبر تجارية عملية تأجير المنقول من الباطن من بين مستجدات مدونة التجارة، حيث نصت النبذة جوج من المادة 6 على اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن. وهذا النشاط الذي يكسب من يقوم به بصفة اعتيادية أو احترافية صفة تاجر. وقلنا أيضا يجب لكي يكون النشاط تجاريا أن تكون هناك عملية اكتراء، وأن يقع هذا الاكتراء على منقول مادي أو معنوي، وأن يكون ذلك بنية إكراء هذا المنقول من الباطن. أما إذا انصب التأجير على منقولات ثم شراؤها وليس اكتراؤها، فإن النشاط يبقى تجاريا، لكن ليس على أساس النبذة الثانية من المادة 6 من مدونة التجارة، وإنما تطبيقا لما نصت عليه النبذة الأولى في نفس المادة. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية.
أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحالي والمشاركين المحتملين الجدد على أمل اللقاء بكم على قناة يوتيوب جعفر تغزلي في حصة قادمة إن شاء الله. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.